بعد إعلانه مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الانتخابات انتخابات الإقليم. أعلن مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني أن حزبه سيشارك في انتخابات برلمان الإقليم بعد التغييرات التي طرأت على آلية الانتخابات حسب تعبيره. الحديث أكثر مشاهدين ينضم إلينا من أربيل كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك سيد كفاح معنا في 19. ما الذي تغير اليوم ليعود الحزب الديمقراطي الكردستاني ويعلن مشاركته في الانتخابات بعد إعلانه مقاطعتها؟ بداية أحييك سيدتي الكريمة. أهلا وسهلا. بالتأكيد تغيرت أمور كثيرة خاصة بعد زيارة رئيس الإقليم السيد نيجيل فان بارزاني، ثم عقبه زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني إلى بغداد، ودارت مباحثات معمقة مع معظم قادة الكتل السياسية وسواء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأعيد النظر في كثير من الأمور وفي مقدمتها طبعا مسألة حصة المكونات في الإقليم، حصة المسيحيين والتركمان ما يسمى بالكوتا، حيث وافقوا على أن تكون حصتهم 5 مقاعد في برلمان كردستان. أيضا تم حل مشكلة أكثر من 400,000 ناخب لم يكونوا قد شملوا في حينها، تم الاتفاق على شمولهم أيضا بحق الانتخاب. هناك أيضا تغييرات فيما يتعلق بعدد الممثلين لكل محافظة، لكن بودي أن أوضح نقطة مهمة جدا، لم يصدر لحد الآن بيان رسمي من المكتب القيادي أو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد هذه المشاركة. الذي حصل هو تصريح لأحد مسؤولي الفروع في محافظة السليمانية الذي أكد بأنه بعد هذه التغييرات سيشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن بعد أن يعلن رئيس الإقليم تحديد موعد جديد لإجراء هذه الانتخابات. طيب، وتحديد الموعد أيضا يحتاج إلى آلية. سنعود إلى تحديد موعد الانتخابات القادمة، ولكن سيد كفاح تحدثت عن بعض الأمور التي تم تغييرها في قرارات محكمة الاتحادية، ولكن ماذا عن مهمة الطعن للهيئة القضائية في الاتحادية والتي أيضا كانت من بين شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن يشارك في الانتخابات تغيير هذا البند تحديدا، هل قبل به كما هو؟ بالتأكيد يعني ذهب الطرفين إلى توافق وسطي، يعني دعينا نقول هكذا، دائما هو منتصف الطريق يعني التوافق الأفضل ما بين المتخاصمين. أعتقد هناك حرص سواء من الكتل السياسية العراقية والمحكمة الاتحادية التي يفترض أن تكون محكمة لحل الإشكاليات وليس محكمة لصناعة الإشكاليات أو صناعة الأزمات كما فهم من معظم قراراتها التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي تعلقت بالانتخابات، تعلقت في موضوع برلمان كردستان، تعلقت في قانون النفط والغاز، وتسببت في يعني في صناعة أزمات معقدة بين بغداد وأربيل. أعتقد كما قلت لك في بداية مداخلتي زيارة رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم إلى بغداد وإجراءهم مباحثات معمقة مع القيادات العراقية. طيب، والتي عقبها بالتأكيد زيارة رئيس الإقليم إلى طهران أيضا. ما الذي تم التفاهم حوله جعل من المحكمة الاتحادية في بغداد أن تغير كل هذه القرارات التي خرجت بها في البداية؟
لا، المحكمة الاتحادية لم تغير قراراتها، لأنه كما تعرفين قرارات المحكمة الاتحادية قطعية، لكن قررت المحكمة الاتحادية في قرار ولائي آخر أن تكون حصة الكوتا أو حصة المكونات 5 مقاعد من ضمن 100 مقعد، يعني بمعنى أنه لم تناقض قرارها حينما ألغت 11 كرسيا من البرلمان، وأعطت أيضا صلاحية للبرلمان المنتخب القادم بعد إجراء الانتخابات في إعادة النظر، لأن هذا سيبقى من صلاحيات البرلمان الإقليمي، هو الذي يحدد عدد مقاعده، وهذا الذي اعتبرته السلطات هنا في الإقليم خلقا للدستور العراقي وخارج يعني خارج صلاحيات المحكمة الدستورية الاتحادية. طيب، يبدو بأنه هناك تغييرات في المواقف حسب البث الإسرائيلي مع هذه العواجل التي تظهر أسفل الشاشة. إذن قيادات أمنية تعتقد بضرورة وقف الحرب والتوصل اتفاق حتى لو ظل السنوار في السلطة، نقلا عن البث الإسرائيلي. إذن قيادات أمنية تعتقد بضرورة وقف الحرب والتوصل اتفاق حتى لو ظل السنوار في السلطة في قطاع غزة، نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية. دائما مسؤولون بحكومة نتنياهو يريدون المضي قدما في صفقة المحتجزين حتى قبل رد حماس. إذن مشاهدينا، هذه العواجل تأتي من يعني قناة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة، حكومة نتنياهو، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الحرب اجتماع بشأن الخروج بقرارات بشأن اتفاق الإسرائيلي الذي أعلن عنه بايدن والذي يتكون من 3 مراحل أمس. إذن أعود إليك ضيفي من أربيل سيد كفاح، كنا نتحدث إذن عن الذي تم التفاهم حوله وجعل هذا التغيير في القرارات، ولكن ماذا عن الموعد المقبل للانتخابات وما العوامل التي تتحكم في إقرار هذا التاريخ؟ هل نحن أمام تفاهم قد يفضي إلى تاريخ محدد وبالتالي نمضي في هذه الانتخابات، أم قد ربما تقترن بعوامل أخرى؟ يعني بالتأكيد كما تفضلت هناك عوامل مؤثرة، سواء كانت تأثير إيجابي أو تأثير سلبي، لكن دعيني أسلط الضوء على مسألة مهمة جدا، وأن المفوضية كانت قد اقترحت 5 من أيلول سبتمبر القادم موعدا للانتخابات، وهذا ما جعل رئيس ديوان رئاسة الإقليم يصرح هذا اليوم بأنه يعني هذه الصلاحية، هو مقترح على كل حال وليس قرار، تحديد موعد الانتخابات من صلاحيات رئيس الإقليم، هو الذي سيحدد، ولكن أيضا هناك آلية لتحديد موعد جديد بعد تأجيل الانتخابات في هذا الشهر حزيران. أنا أعتقد هذه الآلية تعتمد واحد على توافق داخل الإقليم بين الأحزاب الكردستانية وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، خاصة وأن هناك أجواء إيجابية ما بين الحزبين. 2، مسألة التوافق أيضا مع المفوضية، وأعتقد تم تمديد عمل المفوضية، كانت طبعا نشاطاتها ستنتهي خلال فترة وجيزة جدا، لكن تم تمديدها من قبل البرلمان العراقي بما يؤهلها بأن تجري هذه الانتخابات، رغم أنه هناك أيضا ما يرد، وهذا ليس رسميا، بأنه هناك توجه، ولا أعرف مصدر يعني مصدر هذه التسريبات، هناك توجه لإجراء الانتخابات الإقليم مع الانتخابات الاتحادية، الانتخابات العامة العراقية في نهاية 25. أعتقد نحن جميعا ننتظر قرار رئيس الإقليم بعد إجرائه مباحثات مع الكتل السياسية أو الأحزاب السياسية هنا في إقليم كردستان، يعني الجو العام لانتخابات إقليم كردستان. برأيك سيد كفاح، الجو العام يهيئ فعليا بكل هذه المؤشرات، التفاهم بين الحزبين وتغيير هذه الآليات، يعني مؤشر واضح على أنه نحن أمام المضي في هذه الانتخابات، أم هناك يعني كل الأجواء الآن التطرق. سيدتي الكريمة تفضلي، أم هناك منغصات قد تطرأ؟
لا، نحن في الشرق الأوسط المناغصات موجودة دائما على المائدة، ولكن أنا أعتقد يعني خلال الفترة الأخيرة كانت هناك يعني نوع من الإيجابية سيطرت على معظم الوضع السياسي. زيارة كما قلت لك، زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد، ثم أعقبها بزيارة طهران. ونعتقد كما يعرف الجميع أنه طهران تجتمع لديها كل العقد ولديها مفاتيح كثيرة لحل هذه العقد، خصوصا ما يتعلق بالشأن العراقي وما لإيران من نفوذ كبير لدى الكتل السياسية العراقية. نعتقد هذه الزيارات أوجدت بيئة إيجابية ربما ستجعل أيضا هذه الوضعية داخل الإقليم إيجابية، بحيث نستطيع أن نذهب إلى انتخابات مريحة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أربيل كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي.